ربنا بيدي لكل واحد فينا مواهب، لكن المهم إننا نكتشف المواهب اللي عندنا. مش كده وبس، ضروري كمان ننميها، وعشان نكون مميزين وعشان تظهر مواهبنا محتاجين ندعمها بالدراسة والتدريب. أنا فقدت البصر وأنا عندي 7 سنين. طبعاً كانت والدتي هي كل حاجة بالنسبة لي، وهي اللي وقفت جنبي، وهي اللي أعانتني وساعدتني لحد ما أوصل اللي أنا فيه دلوقتي، وهي درجة الماجستير، وإن شاء الله بعد كده هتكون الدكتوراه. أنا يعني بدأت وأنا صغير، كان في عقبات كتير بالنسبة لي، بالنسبة كإنسان فقد البصر، فالدنيا كانت صعبة جداً، وكانت نظرة المجتمع أنه أنا لازم أكون يعني أشتغل معلم في الكنيسة. طبعاً الكلام ده عرضوه على والدتي وأنا صغير طبعاً بعد ما خلص الابتدائية، ولكن هي رفضت وأصرت أن أنا أكمل تعليمي وأوصل للدرجة اللي أنا وصلت لها دلوقتي. وبالفعل دخلت الكلية اللي أنا عايزها، وهي كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية. بعد كده قررت أن أنا أعمل ماجستير، بالتحديد كانت في المسرح الإنجليزي في القرن 21. بعد كده عملت التحضيري أولاً، وفعلاً سجلت الماجستير في جامعة أسوان. ولكن لما جيت هنا القاهرة، لأن أنا أساساً من محافظة سوهاج، لما جيت هنا القاهرة لقيت أني لازم أكون مختلف، مش لازم علشان أكون كفيف لازم أدرس الأدب. يعني مثلاً طه حسين كان راجل متخصص في الأدب العربي، وكان عمار الشريعي كان في الموسيقى، فلازم يعني مش لازم أكون بقلد حد. فقررت أن أنا أدرس حاجة مختلفة، فاتجهت أن أنا درست دبلومة موارد بشرية في جامعة عين شمس، Human Resource Management. جيت بعد كده طبعاً حبيت أن أنا كان حلمي أن أنا أكمل ماجستير في إدارة الأعمال، ولكن كانت صعبة بالنسبة لي لأن كانت مصاريفها غالية جداً، معروفة أنها تكلفتها عالية. ولكن ربنا أراد أن أنا أحصل على منحة في بروكلين بيزنس إنستيتيوت، وفعلاً نجحت في الماجستير وخلصتها من شهرين. حصلت كمان على شهادة في التقديم في الإعداد والتقديم من المركز الثقافي القبطي، وطبعاً اللي سلمني الشهادة كان قداسة البابا توادروس. وكمان من الدراسات اللي حصلت عليها كانت دبلومة موارد بشرية من بروكلين بيزنس إنستيتيوت، غير بتاعة عين شمس، وكمان SCM Supply Chain Management وبروجكت مانجمنت، كل دي دبلومات، وكمان ماركتينج مانجمنت، في كمان اللي هي ريسك مانجمنت، يعني مجموعة كبيرة جدا من الشهادات. جيت بعد كده حبيت، يعني أنا من طفولتي وأنا كنت بشوف، كنت نفسي أن أنا يعني أكون رسام، ده الكلام ده وأنا بشوف. لكن لما فقدت بصري طبعا كان الموضوع بالنسبة لي صعب جدا، وما كنتش عارف أشبع الهواية دي جوايا. فقررت أن أنا بدل ما أرسم وحاجة تتشاف بالعين، فأنا قررت أرسم لوح تتسمع. فلذلك قررت أن أنا أتعلم الهندسة الصوتية وعمل المكساج والمونتاج، وفعلا وصلت لدرجة حلوة فيها جدا، وحصلت على شهادة من مركز الحاسبات والمعلومات للقوات المسلحة، وحصلت فيها على امتياز في الساوند إيديتينج في الهندسة الصوتية. وبدأت فعلا عملت قناة على اليوتيوب، وبدأت ان انا يعني ألف شعر، وبدأت ان انا اعمل له مكساج بنفسي، وكمان بحط الصور عليه بنفسي اللي انا بختارها. بدأت أعمل قصص دينية، وبدأت أعمل حواديت للأطفال، بدأت أعمل حاجات يعني بخلي من العمل الفني اللي أنا بعمله عبارة عن لوحة اللي يسمعها وهو مغمض عينه ويتخيل المشاهد قدامه. وأولهم أنا عن نفسي بلاقي متعة في الموضوع ده، إن أنا أتخيل الحاجات الموجودة. مثلا بعمل قصة للأطفال عن الحيوانات مثلا، فبتخيل فعلا شكل الزرافة، بتخيل شكل الفيل، الغابة، فبتبقى صورة في ذهني، بس صورة مسموعة، لوحة مسموعة. فحبيت الموضوع جدا ودرسته وأتقنته. دلوقتي إن شاء الله بفكر إن أنا أعمل الدكتوراه في إدارة الأعمال،
برضو من بروكلين بيزنس انستيتيوت ومحتاج صلواتكم. طبعا جيت بعد كده في سوق العمل، بدأت طبعا ان انا بدور على حاجة تناسبني كدراستي وكهواياتي. طبعا كان الموضوع في الاول بدأت اشتغلت في احدى القنوات في مجال الترجمة، واشتغلت في الاعداد والتقديم، واشتغلت كمان في تقديم بعض البرامج وهي موجودة اغلبها موجود على اليوتيوب. موضوع الترجمة بالنسبة لي كان يعني حاجة محببة جدا، ولكن يعني لقيت ان سوق العمل في مصر هنا بيتطلب بالنسبة للمعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصة ان احنا لازم نكون موجودين في وظائف معينة زي الكول سنتر والتيلي سيلز والحاجات اللي زي كده. فانا يعني حبيت ان انا اطور من نفسي بحصولي على الشهادة اللي هي شهادة ادارة الاعمال، ماجستير ادارة الاعمال، علشان اقدر ان انا اخد مكان اعلى، وده اللي انا بتمناه. يعني بتمنى ان انا احصل على حاجة تناسب هواياتي، مش حاجة اكون مضطر ان انا اشتغل فيها. كمان بشتغل حاليا في الهندسة الصوتية، يعني بحاول ان انا استغل الحاجة اللي انا اتعلمتها، وبعمل حاجات لناس زي مثلا ترانيم، احيانا بعض الاغاني. طبعا هي حاجات مش هتبقى معروفة قوي لاني انا مش عندي استوديو، انا بعمل كده حاجة منزلية، حاجة في البيت، يعني حاجة بشبع بيها هوايتي، وحاجة كمان ممكن هي يعني تجيب لي دخل، يعني هو غير ثابت ولكن يعني الحمد لله. كمان عندي هواية بحبها جدا وهي العزف على آلة الناي.
كمان بحب أكتب الشعر، واللي خلاني يعني أحب أكتب الشعر قوي هو حبي للهندسة الصوتية، لأني بدأت أن أنا أطلع الطاقة اللي جوايا وأعبر عن الحاجة اللي جوايا وأكتب الحاجة اللي أنا عايزها، وأبدأ أن أنا أحطها على موسيقى تعبر عن مشاعري أو عن الإحساس اللي أنا مخرجه جوه القصيدة دي. فبالتالي أصبح الموضوع بالنسبة لي فيه متعة، وأصبح كمان فيه إبداع ان انا يعني اخلق حاجات جديده. يعني انا ما كنتش بفكر ان انا اكتب شعر، لكن لما درست الهندسه الصوتيه فالموضوع ارتبط ببعضه، فبدات لا ان انا اكتب وان انا اقرا عن الشعر، وبدات ان انا اتقنه وبكتب شعر باللهجه العاميه، وشعر كمان باللهجه الفصحى، وشعر عمودي، وحبيت الموضوع جدا. خدعوني زمان وقالوا اني كفيف، خفت لان الضلمه دي شيء مخيف، حسست ومشيت وراح الأمل وأصبح طيف، ورفيقي في طريقي عصايا تمشي جنب الرصيف، قلت هي ساعة وهتعدي واللي فيها مجرد طيف، وهي ماشية وهتعدي بين ربيع وخريف، سجنوني بأيامي وغزلوا من آلامي توب من ليف، قالوا ده مولانا وابو خطوة وده شيخ عفيف، أصلي بركة والكفيف صاحب كرامات وشريف، ملهوش سيئات وخفيف الدم وكمان ظريف، يا إما في جامع مولانا يا إما في كنيسة عريف، رديت وقلت وأصبح الرد غل عنيف، لنا مولانا ولا شيخ معتل ولا هقبل أكون في التاريخ مهمل، أنا التاريخ والمجد لينا في الكتب أشمل، طه فينا والمعري كنوز سمينة ومنهل، أنا مش بتحدى وأقول إن الكل في الكل، وكمان مش هقبل أعيش إنسان ضعيف في الذل، إيه يعني كفيف أو أصم أو حتى أشل، أنت إنسان وأنا كمان، لا أنت قديس ولا أنا منحل، الحياة أدوار والكل دور لعيب، والكمال لله والكل سواه معيب، لا عبد فينا ولا فينا محاسيب، والتراب ما يعرف ولا يعوف ولا يعرف أعمى ومين بيشوف، والشيب زي الشباب والكل ذكرى بتغيب، اسمع كلامي وكفاية همومي هموم، لا التاجر بألامي ولا ظالم ولا مظلوم، دي الحياة قصيرة والحيرة غيرة ولوم، والزمن هيعدي مرة شمس ومرة غيوم، والجسد للفناء وللرب البقاء القيوم، وإن كنا في يوم سواء فذكرى الصديق تدوم. بتمنى إن أنا ممكن فيما بعد إن الدولة طبعاً إن هي تقدر كل يعني الشهادات، وتقدر الناس اللي هم بيكون عندهم مواهب وعندهم دراسات معينة، وما تعملهمش ان هم تحصرهم في اماكن معينه زي الكول سنتر والتيلي سيلز. يعني احنا عندنا في شهادات كتير، يعني عندنا ناس حاصله على شهادات ودراسات المفروض ان هم يشتغلوا بيها، مش يشتغلوا في مجالات تانية. يعني اللي حاصل على ألسن المفروض ان هو يشتغل في الترجمه، اللي حاصل على اعلام المفروض ان هو يشتغل مذيع، ولو ما كانش مذيع في التلفزيون ممكن يبقى مذيع في الراديو. طبعا انا بتكلم هنا عن ذوي الاحتياجات الخاصه، مش بتكلم على الناس اللي هم مش عندهم أي مشكلة. يعني فإحنا عندنا أكتر من 10 مليون معاق، لو كل واحد استخدم الدراسة والموهبة اللي هو عنده هيقدر يطلع فيها طاقته، وهنقدر نبني في البلد دي، وهنقدر أن يكون لنا دور فعال، وممكن نتعلم وكمان نحصل شهادات يعني على شهادات أعلى. لكن لما تقولي أن أنا هشتغل في الكول سنتر والتيلي سيلز، فأنا شايف بعد كده أني مش مهمة الشهادة، لأني ما حصلت على ألسون، حصلت على إعلام، حصلت على أي شهادة ماجستير، فأنا هشتغل في الكول سنتر، فأنا أتعب نفسي ليه وأطور من نفسي ليه. فأتمنى أن الدولة تغير وجهة نظرها، احنا مش عايزين واحد ولا اتنين يكونوا شغالين في الترجمة، وواحد ولا اتنين يكونوا صورة بس للمعاقين شغالين في تقديم البرامج وشغالين في الإعلام، احنا عايزين كل واحد من 10 مليون اللي هم موجودين في البلد ان هم يستغلوا طاقتهم ويستغلوا مواهبهم ويستغلوا الدراسات اللي هم استخدموها.